أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن أسماء الشركات الإماراتية والقطرية التي تم اختيارها للانضمام لمؤشرها، وتضمنت القائمة 19 شركة، منها 9 شركات إماراتية مدرجة ببورصتي دبي وأبوظبي وناسداك دبي، و10 شركات مدرجة ببورصة قطر. وقد تم تحديد وزن الإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة ب 0.58%، بينما تم تحديد وزن قطر ب 0.47%. وشملت قائمة الأسهم الإماراتية المدرجة بالمؤشر كلا من إعمار وأرابتك والدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري وموانئ دبي وسوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. أما بالنسبة للأسهم القطرية فشملت القائمة أسهم قطر الوطني وقطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وبروة وأريدو والكهرباء وصناعات قطر وفودافون. ومن العوامل الرئيسية التي تساهم في اختيار الأسهم هي سيولة السهم ونسبة السماح للأجانب وحجم الشركة، وهو ما أدى إلى تغيب أسهم كبرى عن القائمة مثل اتصالات التي لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها وبنك الإمارات دبي الوطني الذي يسمح ولكن بشكل محدود. وبالنسبة لمؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير فشملت القائمة بالنسبة للشركات الإماراتية مصرف عجمان والخليجية للاستثمارات العامة وأغذية وطيران العربية ودانا غاز وإشراق وتبريد ورأس الخيمة العقارية وشعاع كابيتال والواحة، في حين شملت قائمة الأسهم المدرجة في مؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير بقطر كلا من الميرا والبنك الخليجي ومزايا والرعاية الطبية والإجارة والتحويلية وقطر للتأمين وإسمنت قطر والمستثمرون والسلام العالمية وأخيرا المتحدة للتنمية.